هاد الوقفه درناها كنحتجوا على انها يعني تحيدت لنا البطاقه شخص معاق. قال لك ما كيعترفوش بها، ما كيعترفوش بهاد البطاقه. هاد شركه الزا كتقول لك ما كنعترفوش حنا بهاد، يعني ما داروش معنا واحد الاتفاقيه. مجلس المدينه وعماله ديال انفا ما داروش معاهم اتفاقيه لهاد الفئه المهمشه، ما اعترفوش بهم. قال لك ما اعترفينش بكم، وفعلا كلامهم على صحيح. لو كان ما اعترفوش بينا كنا غنطلعوا، ما كناش غنتهانوا، ما تخدرش لنا البطاقه. ولكن الشخص المعاق تهان. كنا حنا كنطالبوا بمجانيه تنقل، الان كنطالبوا بها، وكنطالبوا بمنحه، ونطالبوا بمجانيه التعليم، وان البطاقه الشخص المعاق اللي فيها الظهير الشريف كتمزق وكتقطع في الحافلات. قال لك حنا ما معترفينش. علاش؟ حنا ماشي حنا في بلادنا. علاش ما يعترفوش بها؟ حنا ولاد البلاد، وحنا مغاربه، حنا مغاربه، احبه من احبه وكريه من كريه. علاش هاد المعاق يتهان؟ علاش تصدر ليه البطاقه ديالو وداس الكرامه ديالو؟ علاش هاد الاشخاص اللي هو في وضعيه هشاشه حشومه؟ كنقول السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومه الله يجازيك بخير خير الجزاء، اقولها واكررها فيما الوسائل عبر منابر الاعلام، جزاكم الله خيرا انكم كتوصلوا الاصوات ديالنا. كنقول ليه جزاك الله خيرا سعد الدين العثماني رئيس الحكومه. كنقول لك بلسان هذه الجماعه من ذوي الاحتياجات الخاصه، راه ما فيها حتى شي حاجه، مرسوم اتفاقيه مع المدينه والعماله باش مجانيه التنقل سواء في القطار او في الترام او في الحافلات. ما كنطالبوا بحتى شي حاجه، هادشي اللي كنطالبوا به وهادشي علاش واقفين عليه. جزاك الله. علاش هاد القمع؟ واش هاد الحكره؟ واش هاد شنو؟ قال لك ما استعبدتهم الناس وقد ولدتهم امتهم احرارا. تكرفس كيتكرفسوا علينا في الطوبيس، ما نعاودش لك السب والشتم. وخليهم مخافيه كان اعظم من بعض الاخوان اللي تعرضوا لي. واحد الاخت انا الصديقه ديالي اطلع الحافله اش قال لهم كنطلعوش العرجين. حنا ما كنطلعوش العرجين. يطلب اللي كيقول العرجين وكيعاير الناس اليوم دنيا وغدادين، وتا عاد مقطع الواد ونشفوا رجليه. الواحد يطلب السلامه، يطلب السلامه. الدنيا هذه وعيب من الحقره، وعيب كفى من الحقره، وكفى من الاقصاء، وكفى من التهميش. كفى وكفى. السبب هذه الوقفه هو التعسف ديال شركه ازاق اللي يلاه دخلت وبغات تمنع الاشخاص في وضعيه اعاقه. حنا عندنا المجانيه ديال النقل هي اللي عندنا في هذه البلاد. تمن السبيطار كنا تندوزو بلاكارد، ولا تيقول لك لا خاصك الراميل. وعندنا هاد مجانيه النقل، راه ما عندنا والو، لا منحه لا والو. باش حنا نخلصو الطوبيس، والاغلبيه ديالنا لا حول ولا قوه له، هما خدامين مردامين. وكاين التنقل ديال الاشخاص اللي خصهم ترويج، وكاينين اللي رياضيين، وكاينين بزاف. فاحنا باش نخلصو الطوبيس هذا، باش نخلصو. بالنسبه لرئيس الحكومه خصو يتدخل في هذا المشكل هذا، خصو يحمي الاشخاص في وضعيه اعاقه. حنا تنطالبو باش انه لا للتهميش. وحنا عازلين وتيمشوا فينا، راه عيب وعار، والله تعيب وعار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.